ايه الاخبار بيقولوا على المبادئ بتاعتنا احنا ايه. بص يا سيدي هات اقراها. اليوم لاعب مهم جدا، ده اكبر موقع في المغرب مختص بتحليل الوداد، والوداد طبعا صاحب الشعبيه الاولى في المغرب، صاحب الشعبيه الاولى في المغرب هو الوداد، مفيش كلام. اليوم لاعب مهم جدا في التشكيل الرسمي للنادي الاهلي ما لعبش، وكان عندهم ماتش مهم. السبب او هو ان المسمى ناصر ماهر ده على كلامهم يعني لقوه لاعب يعني ميني فوت، يعني مباراه خماسي، وتم الاحاله به للعقوبه التاديبيه. على امتداد 4 سنوات اخيره سمعنا فضائح من لاعبي الوداد، وحتى واحد ما تضرش معاهم او ما تبش ايقافه او خصمه، يعني التسبب في ابهى صوره. واصلا مجلس يعني مش عايز اخد بقى في المجالس اللي هناك، اوكي خلينا نتكلم بالزاف عليكم التأثر الاحترافي. طيب دي رسالة جاية من المغرب، جاية من الوداد، جاية للعيبة الوداد بإشادة بموقف الأهلي. أخد من ده إن أنت ممكن تاخد قرار ما تكسبش بيه النهاردة لكن تكسب بيه على طول، وتاخد قرار تكسب بيه النهاردة لكن تخسر بيه على طول. الأهلي من الصنف الأول، تاخد قرار ممكن يخسرك النهاردة لكن تكسب بيه باقي عمرك. هو ده الأهلي، هي دي السياسة بتاعت إدارة النادي الأهلي. هرجع لناصر ماهر، أنا بعزك جدا وانت عارف كده كويس جدا، ويمكن من ممكن تفتكر أو ما تفتكرش، سنة 2007 كنت أنا مسؤول عن الأكاديمية في النادي الأهلي، وكان موجود عبد النبي عاشور كان مدير فني، وكان موجود كابتن أحمد عبد الباقي، ودخل علينا لعيب صغير كده تمام، كان لعيب يعني أنا أول مرة أشوفه، دخل علينا لعب معنا في الأكاديمية في مدينة نصر، ولقيناه حد مختلف خالص عن المجموعة خالص. الأكاديمية غير المواهب، غير قطاع الناشئين، خدناه من إيديه ووديناه قطاع الناشئين، وأول عهده بقطاع الناشئين ما لعبش في قطاع الناشئين وكمل معنا إحنا في الأكاديمية. لكن صبره وإصراره وثقته في نفسه، ودي من أهم الحاجات اللي عجباني فيه. لكن الثقة لها حد معين، لها يعني حتة معينة، لو زادت شوية تضر، ما تنفعش. البدايات يا ناصر مهمة جدا جدا، التعليم مهم جدا جدا، مش التعليم اللي هو التعليم بشكل المعنى الأساسي مدارس وكليات وبس، التعلم والتعليم في الحياة. عندك أحمد فتحي بص عامل إزاي، عندك وليد سليمان بص عامل إزاي، عندك حسام عاشور بص عامل إزاي. عايز تبقى من دول ولا من واحد قعد سنة أو سنة ونص أو سنتين وكانت إمكانياته وقدراته ممكن تخليه في أكبر أندية أوروبا، وبعد كده يعني الكورة ما بتستناش حد. أتمنى ليك يا رب بإذن الله أن أنت إن شاء الرحمن تبقى واحد من أحسن اللعيبة اللي موجودة في مصر، وأنت عندك الموهبة دي. طيب